في التنفيذ لفائدة شباب بلوزداد. صعود المدافعين بوشارة وكداد والقادمين من الخلف والرأسية تأتي فرصة خطيرة لفائدة شباب بلوزداد. المولودية مشاهدينا متابعينا خسرت في آخر مباراة هنا على هذا الملعب أمام شبيبة القبائل بهدفين أو بهدف لهدفين، خسارة كانت مفاجئة. هذه هجمة لفائدة شباب بلوزداد من دون خطأ طبعا، التغطية الدفاعية موجودة من سعدو. كرة طويلة، قلت الخسارة كانت مفاجئة بهدف لهدفين أمام شبيبة القبائل. هذه الانطلاقة من دراوي، هل كانت مخالفة؟ هل كان في، أعتقد لم يكن هناك أي شيء على زكريا دراوي من إبراهيم. أعتقد نعم هو أمام الكرة والمخالفة، أو بلال بن ساحة، بلال هو المنفذ. أوهو، توفيق مساوي ينقذ شباب بلوزداد من هدف محقق. طبعا المخالفة جاءت بشكل جميل، أي إبداع، أي إمتاع من هذه المخالفة. لاحظوا الإعادة، كانت متوجهة إلى الشباك ولكن التغطية أيضا كانت موجودة من توفيق مساوي بالقائمة الأيمن. أول فرصة حقيقية من جانب مولودية الجزائر في الدقيقة 36 تتحول إلى ركنية. قلت الكرات الثابتة قد تأتي بالحل سواء من جانب المولودية أو من شباب بلوزداد. على الركنية موجودة لكن توفيق تماس لفائدة مولودية الجزائر. إبراهيمي منفذ التماس باتجاه عبد النور بالخير إلى الربيعي. الربيعي يتقدم أمام لاعبين، يمرر داخل منطقة الجزاء لفريوي وحراق لا تسديده، ولكن سهلة بين يدي الحارس توفيق موساوي في أريحية. بالأحول من جديد وإلى تركات الآن، والمخالفة نعم، وهو مخالفة وإنذار وبطاقة صفراء على حداد. كانت هجمة واعدة والمراوغة، لولا كان يعني المراوغة كانت بشكل ممتاز، ولكن لاحظوا العرقلة والخشونة على توقيف اللاعب من طرف معاد بطريقة غير رياضية. هنا اللقطة المدافعين المولودية الذي لعب مباريات كثيرة هذا الموسم، مرت مرت بجانب القائمة الأيمن لفريق شعال. كانت فرصة مواتية لفريق شباب بلوزداد عبر رأس حمزة بن الأحول هذا الذي تشاهدون بالعرض البطيء. مرت الحرة في الدقيقة 47 لفائدة مولودية الجزائر عبر بوردين في اللقطة الماضية، قد تكون خطيرة، قد تأتي بالجديد المولودية. والهدف الأول للمولودية، عبد النور بالخير فعلها بالرأس بعدما سجل في المباريات الماضية بالقدم. ها هو يضع مولودية الجزائر في المقدمة، فعلها المولودية مبكرا. أي إبداع، أي إمتاع، أي لمسة، أي تمريرة، أي رأسية، أي هدف. يا لها من رأسية ويا له من مجهود رائع من عبد النور بالخير من أمام المدافعين، يرتقي ويسكن الكرة ويدون الهدف الأول في المباراة بهذه الكيفية الرائعة والتمريرة الجميلة. الركلة كانت منفذة من بورديم. توفيق موساوي من هذه الزاوية عجز عن سد رأسية عبد النور بالخير. بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد كانوا ينتظرون هدفا من هنا ومن هناك ليروا التغيير الأول يأتي من هنا. أول تغيير في المباراة، أول الأوراق التي يقحمها فرانك دوما بالخير رقم 44. هذا الشاب الذي يلعب في المنتخب الوطني أمام المدافع حداد لم يستطع إيقافه، دار بالكرة بشكل ممتاز، سدد واكتفى شعال بمراقبتها وهي تدخل الشباك. رويدا 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 تحولت إلى الشباك، توجهت وتحولت كما ذكرت إلى هدف أول أو هدف التعادل نعم لشباب بلوزداد. كوكبو البينيني إذن يرد على عبد النور بالخير، النتيجة صارت 1-1 نوعا ما منذ تسجيل الهدف.
الهدف الأول طبعا من جانب عبد النور بالخير والصافرة، والإنذار يأتي على كوكبو حداري. هنا اللقطة أعتقد أن كوكبو اعتدى بطريقة غير رياضية طبعا أمام أنظار الحكم على سعد أو على حراك. البطاقة الصفراء الخامسة تأتي في المباراة من بنيني كوكبو. هذه الإعادة كوكبو يحتج يقول بأن لم يكن هناك